سعيدة جدا ان التجربة مختلفة وجديدة، وسعيدة بكل النجوم الموجودين في الفيلم، سعيدة بالورق اللي كاتبه استاذ احمد عبد الله واستاذ محمد امين، اول مرة اشتغل معاه وده فخر كبير جدا ليا. شركة الانتاج اللي خلتني في جزء مهم من عمل مهم زي ده، مبسوطة بالورق، مبسوطة بالحواديت، مبسوطة بالرسالة، مبسوطة بال200 جنيه اللي هي بطلة الفيلم، حواديت كلها مختلفة وجديدة. وانا بقرا الورق كنت كل حدوته بتسلم لحدوته انا عايزه اعرف هيحصل معاها ايه، فحقيقي كنت متحمسه جدا جدا وانا بقرا الورق، وما فكرتش مرتين، قلت لهم لا خلاص انا معاكم في الفيلم وسعيده ان انا هكون مشاركه فيه، واللي هتشوفيها قدامك دلوقتي استحاله تقولي ان هي دي اللي جوه الفيلم. فانا مبسوطه ان الناس بتطلبني في ادوار مختلفه وجديده ومش شبهي، ومش دايما البنت الفيدات الحلوه الدلوعه، بنبسط ان بطلب في ادوار مختلفه وبعيده عن شخصيتي خالص، وبحب طبعا اعمل التاني بس بيبقى جديد عليا، بنبسط لما بيفكروا فيا في ادوار مختلفه عني تماما.